سلام يا رجال. أهلين عم يا طالب. رفعتوا راسنا. واجبنا. رفعتوا راس الشام كله. واجبنا. ما بدنا نضوع الوقت عمي. ننقسم لثلاث مجموعات. أنا واتوا باب الجابية على مدخل بارتوما وحارة الجورة. أبشر يا كبير. الشاغور والميدان على الجهة الغربية. اعتبرها صارت عمي. صالحية وعمارة على الجهة القبلية. لعيونك عمي أبو طالب. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام. أهلين بدر الدين. أهلين فيك. أنا جاي من شان. لا يا بدر الدين، أنت زينة شباب الشام. قول الله عمي، قولوا الله يا رب. قولوا الله. روح بدر. يا الله. احترام سيدي. طمني يا عابد. سيدي بصراحة لهلا ما قدرنا ندخل الحي. شو هالحكي؟ لهلا ما دخلتوا الحي؟ سيدي عم نواجه صعوبة بسبب مقاومة الأهالي. هذا الكلام كله ما بيهمني، لازم تدخلوا الحي بأي شكل. محاولات مستمرة سيدي، بس نحن بحاجة بعض التعزيزات. رح توصلكم كل التعزيزات. قبل ما يطلع الضوء لازم تدخلوا الحي، عم تفهم؟ إن شاء الله سيدي. صرف. احترام سيدي. العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. مين انت وشو فوتك لهون يا ولد؟ خلصي سيدي بوزك. انت شلون بتفوت على بيوت الناس بدون استئذان؟ اه شلون يا ولد؟ هذا مو شغلك. ليلي وين رجال البيت بسرعه؟ يعني وين بدهم يكونوا؟ بالساحات. كذابه. لك لايامي قايمه وبدك اياهم يكونوا قاعدين بالبيوت؟ يا بشوم عليك. ايه معقوله الحكي؟ الرجال بالساحات يا ابني. كذابه. ليلي وين الرجال بسرعه. انت قديش عمرك يا ولا؟ هيك اهلك علموك تحكي مع الكبار؟ من انو حاره انت؟ هلا انت من الشام؟ بشو معلم؟ هلا احكي وين الرجال احسن ما تخرك. لك قلت لك الرجال بالساحات، واذا مالك مصدقني دور وبحبش. يلا دور. رح نبهك للمره الاخيره. وين رجال البيت؟ راح تخيك. شوف اذا بدك تطخني طخني، انا ماني خايفه منك. بعدين من امتى رجالنا بيحملوا سلاح بوش الحريم؟ ولك من امتى رجال البلد بيتقاتلوا مع بعضهم؟ من امتى؟ اللي يا ولد من امتى؟ هلا حاش كترك حكي وقوليلي وين الرجال. Thank you.
المدن! المدن! أبو طالب العنواتي وعد ووفا! لا لا! شدوا الهمة وخلوا الباتر فيهم! بكل اسف قواتنا عم تتعرض لاكثر من هجوم من خارج الايمريه. من خارج الايمريه؟ مين اللي عم يهاجم؟ لما يبدو انه رجال دمشق احتشدوا لمناصره اهل الايمريه. ورجالنا المنتشرين بكل احياء الشام شو عم يعملوا؟ ما بعرف سيدي، بس هذا الشيء ما كان محسوب حسابه ابدا. معناتها اهالي الشام عم يناصروا المخربين اللي حاولوا يهينوا فخامه الحاكم العسكري. اسمع يا فخري، تبعت مجموعه عناصر يتجسسوا بكل احياء الشام، بدي اعرف منين عم يتم التجيش. امرك سيدي. وأنا بعتقد يكونوا موجودين بالبساتين المجاورة للأحياء. صرف احترامي. يلا بسرعة. طول بالك، طول بالك، الله يرضى عليك. طول بالك. ابني الله يرضى عليك. بدي اياك تتحمل حالك شوية. مال الشام قوام، حمي لي سكينة تانية منيح وجيبي لي شقفة وشوية زيت. قوام خليها تحمي الزيت ام حسين. ايه 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 حمي الزيت ابريني. يلا, يلا حاضر. يلا حبيبتي. يلا يلا يلا. جهز وعيد الكره من هون للصبح، بدنا نفتح طريق للإيمارية حتى نوصل الفشك والمؤنث. شباب قول والله تودعوا يا رب. قول والله يا رب. يلا يلا عمي يلا. طمني يا ملازم عدنان. سيدي اكتشفت مكان مناصرين لأهل الإيمارية. وين؟ سيدي باب شريف. متأكد أنت؟ سيدي شفتهم بعيني. طيب بتأرسل قوة لمهاجمتهم فوراً، بس بتحاول إنه ولا واحد منهم يموت، تعتقلوهم اعتقال. هذا سيدي. صرف. أمان 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 أمان.
بدرو. الله حيو عمي بدر الدين. كمل. من صغر سني وانا طيار اطير من غصن لغصن من جدار لجدار. هو حلاين عم والده. تعيش عمي صابر تعيش. الله محيي الشباب. دخيل اللي خلقك. روح اطلع كفي. يا عمي الطالب. هذا صوت الصيف. يا عمي الطالب. يلا طيب. يا عمي الطالب. شو في؟ عسكر الفرنساوي ساحفين صوبنا. شو عم تقول؟ الله وكيلك الظاهر كاشفين امرنا. يا رجال على الخيل وشكون على الكنيسة. يلا. يلا.